يعني يا ميسان، بدمشق عاصمة الياسمين ما عم تتوقف أبدا فيها كل مظاهر الحياة، بل كانت بكل تفصيل من تفاصيلها تؤكد أن سوريا بلد الحياة والعطاء، بلد الثقافة والفن ونشاطات ثقافية مثل ملامح الاستمرار، استمرار بالحياة، وتأكيد أن الشعب السوري شعب الإرادة التي لا تقهرها أي أشكال الإرهاب. صباحنا لليوم بيحمل معه نكهة الفن والثقافة والنشاطات الفنية والمجتمعية اللي رح نسلط الضوء اليوم على ختام مهرجان سواعدنا بتجمعنا، والراعي لهذا المهرجان وزارة الثقافة وبالتعاون مع مؤسسة سواعدنا لبعض، حيث أقيم هذا المهرجان في قلعة دمشق وشارك فيه عدد من الفرق الفنية التطوعية. لنحكي أكثر عن هذا المهرجان بصير أنه نرحب بسيدة نادية الرفاعي مديرة مؤسسة سواعدنا لبعض، وريهام ونوس مسؤولة العلاقات العامة بسواعدنا لبعض. أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. سيدة نادية، خبرينا بالبداية كيف كانت أجواء المهرجان وشو الفعاليات اللي تضمنها؟ المهرجان هو كان ده ختام معرض. المهرجان كان من 9/7 ل 20/7، عبارة عن دمج ورشة بين احتياجات خاصة والسليمين هن أبناء الشهداء، من هيئة أبناء الشهداء بنين وبنات. يتضمن كمان عروض فنية ثقافية، مسرحية، تمثيل، غناء على داخل قاعة بالقلعة. فعلنا قاعة بالقلعة وكانت مدار 15 يوم. كان العمل من 9 الصبح للساعة 1 الاحتياجات وأبناء الشهداء الورشة مع معهد تيقان للفنون التطبيقية، نحت، خزف، رسم وتلوين وخط عربي. من الساعة 12 للساعة 4/5 كانت هي العروض الفن على المسرح القلعة. كان هذا نتاج هدول 15 يوم أعمال أطفال من خزف والنحت، رسم رائع جدا لكل الأطفال إن كانوا احتياجات ولا أبناء شهداء. كان في عنا لوحة تمينا الافتتاح فيها 16 متر كانت من عمل أبناء الشهداء بمساعدة بسيطة جدا من أساتذة المعهد، فهي تقدمة خلينا نقول للشهداء أنا وللسيدة الأولى إن شاء الله مدام شهيرة هي تكفلت بالموضوع معنا. فهو كان معرض هذا النتاج اللي شفتوه معنا امبارح. يعني هو المهرجان كان نتاج العمل على مدى 15 يوم. تماما. تمام. كان معكم مشاركات غنائيه ومسرحيه مختلفه، يمكن كان معكم 11 فريق. هلا نحكي عن هالمشاركات والتنوع. يعني سبب التنوع لحتى نعطي فرصة للشباب بكل فعالياتهم أن يكونوا معنا. كان في تمثيل، كان في عنا مثلا بفرقة شغف اجنا من اللاذقية، كان حضرت معنا التكريم مبارح. كان في فرق الموجودة معنا الشبابية بالشام اللي هي العمار، سما، مش كل عندي سمي كتير، عن عشتار، نينوى، يعني حتى ما ننسى حدا. فكانوا بين غنائي طرب، بين شيء معاصر، بين تمثيل بساعة كاملة كمسرح عملوه. حتى حضر معنا أساتذة من الفنانين كمثلا فايز قزع، فخبروا لشغف أنتم حدا يعني أشبعتوني، رغم هن أول ظهور لهم على مسرح. كان فرصة للشباب بالنسبة لهم يطلعوا على مسرح قلعة دمشق. إذا سمعت حدا من الفرق قالت أنا بالنسبة لي هذا المسرح أهم من أي مسرح عالمي، لأنه أنا واقف على قلعة دمشق اللي هي المظهر الدمشقي التاريخي الكبير. أعطيناهم فرصة حلوة، كان معي شعراء كمان، متزامن بتنويع من الجمهور الموجود معي، يعني كان معنا مسرح طفل، فعملنا تنويع على كل فئات المجتمع بالمهرجان. ريهام، أنت كنت مسؤولة العلاقات العامة بالمؤسسة، خبرينا عن دورك كان بالمهرجان وكيف تم التنسيق مع كل الفعاليات المشاركة معكم. تمام. هلأ نحن صار في عنا تواصل كبير بيننا وبين مجموعة الـ 11 فرقة اللي انذكرت لحتى قدرنا نطالع هذا النتاج. طبعا كمان كان السيد وزير الثقافة ما قصر أبدا، بوجه له شكر كتير كبير لرعايته هذا المهرجان، والأستاذ طارق السواح كان مدير معهد الفنون أستاذ بالمعهد تبع الفنون التطبيقية، وطبعا كل الفرق اللي شاركت يعني كانت جايب حماس انه هاي اول مرة يمكن بتصير هيك فكرة انه ندمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع ابناء الشهداء بنين وبنات. فكان حماس كتير بالمهرجان، هو استمر لمدة 15 يوم، وفعلا يعني انه نحن تمنينا لو انه يضل الوقت اكتر لحتى نقدر نقدم شيء اكتر من هيك، وان شاء الله يعني تكون وصلت رسالتنا. زميلتنا لينا شيبون كانت متواجدة بختام المهرجان ورزت لنا الاجواء، خلينا نروح نشوفها سوا ونرجع لنكمل حديثنا.
طبعا وزارة الثقافة دائما تشجع وتدعم هذه المعارض، لأن من تخرج سيرفد الحركة الفنية في سوريا بأجيال شابة لديها الخبرة والمعرفة ولديهم الاندفاع والتحمس لكي يكونوا جنودا في هذا البلد من خلال حياتهم الثقافية والفنية. المهرجان ضم أكثر من فعاليات، ضم أكثر من نوع من أنواع الفنون. نحن كان دورنا بالمهرجان المسرح، كان شغلنا نحن عرض المسرحي بعنوان فوبيا ولا مارسول، كان فقرات غنائية وطنية. أنا أعلمت من نقابة الفنانين أنه في تكريم تحت رعاية وزارة الثقافة لوالدي الفنان سهيل عرفي بالتنسيق مع مؤسسة سواعدنا، فأنا أولاً بترحم على والدي وعلى الفنانين المكرمين كمان بهذا الحفل، وبشكر كل القائمين على التكريم. هلا أنا كتير مبسوطة إنه من تذكروا فنانين الله يرحمهم أستاذ سهير عرفة والفنانة القديرة نجاح حفيظ. نادية، مثل ما ذكرتي أنه أقمت المهرجان بقلعة دمشق اليوم، قديش مهم إقامة هيك مهرجانات برموز ثقافية وحضارية موجودة عنا، وخاصة أنه هالمكان أعطى فخر مثل ما ذكرت ريهام لبعض الأشخاص أنه قدموا مواهبهم بهيك مكان حضاري وصرح ثقافي. هي الفكرة اللي إحنا حبيناها، دمج الأطفال كمعالم تاريخية لدمشق، حطينا أطفال موجودين معنا بقلب القلعة، فما كان مثلا ورشة برا القلعة مع المعهد. نشكر طبعا أستاذ مدير المعهد طلال بيطار الفكرة اللي هي كانت بقلب المعهد بحديقة القلعة، فكانت الزوار اللي بيجينا عندهم تقبلون بحكم في عنا احتياجات خاصة. هي كانت هي الرسالة والهدف، هو من الأهداف الموجودة مع مهرجان هو دمج احتياجات خاصة بالمجتمع، وفعلا تحقق دمج بطريقة رائعة جدا. كان معنا احتياجات خاصة مع هذا المستقبل من جرمانة، كان معنا أبناء الشهداء من هيئة أبناء الشهداء، فدمجوا حتى الكبار مع الصغار، فحققنا الهدف واللي هو المطلوب هو دمج الأطفال احتياجات الخاصة المجتمع ليتقبلهم المجتمع. كان في عندكم تكريم لعدد من الشخصيات الفنية كمان إضافة لتكريم أبناء الشهداء، خبرين عن التكريم كيف جرى واختيار الأشخاص. هلأ اختيار الأشخاص صار بما أنه نحن عنا مهرجان ثقافي مسرحي تمثيل فن، فاخترنا الرموز الموجوده معنا اللي كنا نتمنى انه يعني نكرمه بحياته، استاذ سهيل عرفي الله يرحمه، الفنانه نجاح حفيظ، فكل تكريم من الناس استلموا عميد العائله الدكتور عادل عن سهيل عرفي، النقابه استلمت عن ست نجاح حفيظ الله يرحمها مدام روبا والعلاقات العامه بالنقابه. مشكور استاذ زهير كان له معنا تكريم بس سافر انتوا ادرى على تونس امبارح فما حضر معنا التكريم. في عندنا الاستاذ انور الرحبي فنان تشكيلي عالمي سوري بامتياز، شخص بنقول نحن الاب الروحي. في عندنا المدير المعهد طلال بيطار كان له درع منا كرمال وقفتهم معنا بهذا المهرجان. طبعا اضافه لنا لطلاب المعهد كرمنا هون اللي كانوا عم يشتغلوا معنا، الاساتذه اللي كانوا معنا كمان مع الفرق اللي كانت، هو كان حفل تكريمي بامتياز. حاولنا نعطي كل حدا حقه. مشكور مثل ما قلنا وزارة الثقافة حضر معنا مع الوزير توفيق الإمام، عطونا زخم للشباب نحن واقفين معكم. بتمنى انه الكل يتعامل معهم بنفس الطريقة، هن شباب صحوات بس عندهم فكرة وبتكبر بعدين. ريهام، يعني اطلقتوا هالفكرة اللي كانت جديدة من نوعها، هي دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بأبناء الشهداء، كيف كان صداها؟
هلا بصراحة هي الفكرة لقت روج كبير عند معظم الفرق اللي اشتغلت معنا، بالإضافة لأنه فنانين كبير حاولوا أنه يكونوا معنا ويدعمونا. طبعا مثل ما قالت المدام نادية، هو الحفل كان تكريم، نحن حاولنا نعطي كل حدا حقه، نحن قدمنا شيء كتير قليل بحق كل حدا شارك معنا بهذا المهرجان، سواء كان فرق، أطفال، أساتذة المعهد، طلاب المعهد. بس إنه الفكرة يعني كمبدأ إنه حاولنا نوصل رسالة للعالم إنه هدول الأطفال موجودين وقادرين إنه يعيشوا بيناتنا ويندمجوا معنا مثلنا مثلهم، بس بدهم شوية اهتمام. نادية، يعني عم تشتغلوا على كثير من اشتغلتوا على كثير مشاريع وأكيد عم تحضروا لشيء جديد، خلينا نعرف منك شو الشيء المستقبلي اللي عم تحضروا له؟ المستقبلي قريب جدا ودائما الإخبارية متابعتنا. بازار سواعدنا العرض الثاني اللي غطيتونا يا أنتوا الأول، كان قبل العيد. كانت الفكرة هي لتغطية وتفعيل الريف دمشقي، الغوطة الجنوبية، الكسوة واللي حواليها. عدنا البازار هلأ 11 يوم الافتتاح، عنا مدة 10 أيام. كمان في هو سوق خيري تجاري، دعم لأبناء الشهداء وجرحى الجيش، زائد أسعار مخفضة جداً. كمان بشهر 10 في عنا معرض كمان للنحت والرسم، انطلب كمان منا نحن نقوم بفعالية كمان بالكسوة، كمان لفنانين تشكيليين كانوا هواة كمان بالكسوة اللي حواليها، وحيطلع عنا فنانين من الشام. كمان معرض حبارة حيكون عن أسبوع كامل. هي يعني أقرب الفعاليات الموجودة معنا. أكيد نحن بنتمنى لكم كل التوفيق بكل النشاطات اللي عم تقوموا فيها اللي بتحمل رسائل كتير هامة. شكرا لوجودكم معنا. شكرا لكم. وأيضا أكيد تحيتنا لكل أعضاء الفريق. شكرا لكم. شكرا لكم، أتمنى لكم كل التوفيق. شكرا.